رجعنا وياكم بعد الفاصل، الفقرة الأخيرة والجزء الأخير الخاص بمباراة اليوم، لكن يطول الحديث فيها إن شاء الله. نفصل المباراة لأن جت لنا اتصالات وعلى العين وعلى الرأس لمتابعين الـ 18 لهم حق بضيوفنا وتعليقات ضيوفنا، وأيضا لضيوفنا حق الرد على هذا الموضوع من النقاط اللي هم قالوها. لكن قبل لا نرد على هذا أو هذه التعليقات الخاصة في الاتصالات، عندنا فيديو خاص كلنا نركز فيه، لكن ابو جابر هو الاغلب، خلينا نشوفه ونقدر نعقب عليه احنا على الهواء. هذا يلا ابو جابر، يعني وانت منو هذا؟ هذا مدرب نادي كاظمه اللي موجود الحين بيلعب مباراه النهائي باكر، فلورين. شوف فلورين الحين، شوف هذا هني سجل جول. اي هذا هدفنا، اعتقد هني اول مباراه لنا في دوري الدرجه الثانيه. فلورين كان مدرب وحولته الى لاعب، وبخمس مباريات كان هداف الفريق. شنو الصوره هذه ابو جابر؟ هذه بعد ما حققنا بطوله الدوري، هذا في واحده من المباريات. فلورين كان محترف هنا عندكم، ها؟ اي شوف هني تطنزه وانت ترى عليه مدرب يتحول الى محترف الجهراء. هذه طنازه. مانشيت سلاح ذو حدين، قد يكون هو طنازه، قد يكون هو يعني هو سالفه الموضوع. هو شوف احنا في 2003 يعني انتخابات مجلس إدارة نادي الجهرة ونجحنا، وأنا صرت مدير كرة القدم، استلمت الفريق درجة ثانية في وقت ضيق جدا، ما كان عندنا محترفين، كان الفريق مهلهل لدرجة أنه نزل في السنة اللي قبلها إلى الدرجة الثانية. حاولنا نتعاقد مع لاعب عراقي في 2003، صارت ضجة، وقعنا معاه وخلصنا طبعا بإذن القيادة السياسية في هذاك الوقت، وصارت عليه ضجة شعبية، واضطرينا يعني أن احنا نكنسل موضوع اللاعب المحترف العراقي، فما كان عندنا بد إلا أن احنا نتصرف في إمكانياتنا الموجودة. فلورين وقتها كان عمره، كنت جايبه أنا مساعد مدرب، وفي الاستعدادات كنا ندخل أنا وياه التقسيمة، وهو كان يلعب في استيوا بوخارست الروماني، تارك لعب من 3 سنين، وكان وقتها عمره 34 سنة. فبالتمرين وبالتقسيمة شفت أنه يعني أفضل من 80% من اللاعبين اللي موجودين. ناديته وقلت له فلورين أنا عندي فكرة بس لا تضحك علي. قال لي خير. قلت له أنا أفكر ألعبك محترف. ضحك. قال لي أنا ما عندي مانع، إذا أنت تشوف أني أنا ممكن أفيد الفريق أنا جاهز. بعد التمرين أو ثاني يوم ما كان عندنا تمرين، كلمت المدرب قلت له أبيك بعزمك على الغداء، ففتحت معاه الموضوع، فضحك وحضني. قال لي انا هذا انت ابو جابر، هذه واحده من المباريات. نعم ايام ما انت وياه، ها، مدير كره القدم في نادي الجهره 2003. فالمدرب قال لي هذه الفكره موجوده عندي ولكن خفت انكم تضحكون علي. فقلت له عموما الحين احنا متوافقين انا وياك وصاحب العلاقه، انا بنقل الموضوع او بفرض الموضوع، مو انقل الموضوع، لأنه والله الحمد في هذاك الوقت كنا نملك قرار. طلبت اجتماع مجلس إدارة بدون ما يدرون شنو البند، كان البند متفق أنا وأمين السر ورئيس مجلس الإدارة إنما علشان ما يحاولون يعني يهبطون عزيمتي. دخلنا الاجتماع، عرضت الفكرة، 10 أعضاء مجلس إدارة يضحكون، وأنا جازم على قراري. أنا جازم على قراري. فقلت لهم يا جماعة أنتوا لو تأخذونها بالتصويت الحين ويلغى الموضوع، انا ترى ما عندي خيار، الفريق ما يسوي شيء. فقلت لهم انا ادعوكم باكر للتمرين وشوفوا اللاعب، فبدال ما يكون في تمرين سوينا مباراه وديه، كل اعضاء مجلس الاداره حضروا، اقتنعوا بنسبه 100% ان اللاعب ممكن يضيف اضافه للفريق. طلعنا معسكر، سجل هدف على نادي الوصل من نص الملعب فاول. يسألني في هذاك الوقت رئيس نادي الوصل يقول لي اللاعب هذا منه متعهده. فقلت له السالفة، ضحك. اللاعب لعب معانا 5 مباريات والحمد لله رب العالمين، خذينا بطولة دوري الدرجة الأولى، ومن هذاك الوقت وفريق الجهرة الفريق استمر، وهو كمدرب من هذاك الوقت بدايته الحقيقية. ممتاز. وأيضا ممتاز في تجربة في الكويت هنا، رومان هانز لاعب نادي كاظمة جاء مدرب لتحت فريق 17. لا العكس.